صباح الخير يا شباب، طلاب الكلاس 22 بالإجازة في الهندسة المعلوماتية بالفصل 22 بمقررنا مقدم في البرمجة 1 بي جي 401. هاي الجلسة الرابعة لكم، هي الثانية بالتعاملي بعنوان تتمة التعليمات الأساسية بلغة سي شارب. اليوم 20/11/2022، منسق المادة الدكتور وسيم صافي، أنا المدرس على عيساتك والعافية. كيف صوت الصورة شباب إذا تريدوا؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نبلش؟ أي سؤال؟ نحن شباب بالجلسة السابقة أخذنا بداية أو كيف نحن بننزل السي شارب، بنحمل السي شارب، ورجعنا حكينا بمجموعة من التعليمات وبنية اللغة. نزلتوا السي شارب شباب؟ بيئة العمل مايكروسوفت فيجوال ستوديو نزلتوها؟ ممتاز. طيب، الأنماط الأساسية، نحن حكينا على الأنماط الأساسية تبعت المتحولات إذا تتذكروا. قلنا عندنا أنماط، عندنا نمط بايت، طبعا كل نمط له حيز معين بالذاكرة بيتم حفظه. البايت مثلا هو قيمة من 0 ل 255، الأس بايت بإشارة يعني من الناقص للزائد، الشورت قيمة صحيحة، اليو شورت بدون اشاره، الانت هذا اللي نستخدمه استخدمناه كثير، الانت قيمه صحيحه ذات اشاره، اليو انت بدون اشاره، اللونج هو كمان قيمه صحيحه ولكن اكبر من الانت، الفلوت هو قيمه فاصله عائمه بدقه 7 ارقام بعد الفاصله، الدبل كمان نستخدمه كثير اللي هو بدقه 15 رقم بعد الفاصله، الديسيمال اكبر من الدبل دقه 28، السترينج هو سلسلة المحارف، والشار هو حرف واحد، والبول هو يأخذ متحول منطقي يأخذ قيمة إما ترو أو فولس. هذا الكلام كله حكيناه. طيب، حكينا عن تسمية المتحولات وشروطها. ليش انا عم برجع اذكر لكم بهاي الامور شباب؟ نحن في امور حكيناها هون موجوده بالتفصيل للي بيحب يرجع لها. افضليه العمليات بالسي شارب حكينا عنها، قلنا انه اذا عندي مثلا انا عمليه فرضا 3 زائد 2 ضرب 5 تقسيم 7 ناقص 2 مثلا، هي كيف انا بعملها؟ في عندي افضليه للعمليات، هاي الافضليه اول شيء هن شارحين هون شو هي العمليات الحسابيه، عمليه الزائد يعني الاشاره الموجبه، عمليه الناقص هي الاشاره السالبه، افضليه الى 1، زائد زائد ناقص ناقص هي زياده المتحول، يعني اذا انا عندي معرف متحول اسمه A قيمته لهذا المتحول. ثلاثة مثلا لما بقول له اه زائد زائد فهي شو؟ انه زد لي قيمة متحول واحد صارت 4. لما بقول له اه ناقص ناقص نقص لي قيمة متحول واحد رجعت 3. عملية الضرب، عملية القسمة، عملية باقي القسمة، باقي القسمة حدا ما بيعرف شنو باقي القسمة شباب؟ باقي القسمة إذا عندي اه أنا مثلا 10 والبي 3، فالآ باقي قسمتها على بي شو بتساوي؟ تعرفوا؟ في حدا ما بيعرف؟ ما بيعرف يحط لي صفر اذا تريدوه؟
تمام يا دعاء، الباقي واحد. طيب العمليات المقارنة اللي هي الأكبر والأكبر أو يساوي، والأصغر والأصغر أو يساوي، والمساواة، المساواة قلنا نحن نحطها إشارتين مساواة لأنها غير الإسناد، الإسناد إشارة واحدة، المساواة إشارتين، ولا يساوي اللي هي علامة تعجب يساوي. طيب العمليات المنطقية، عملية النفي حكينا عنها إنه أنا إذا عندي متحول قيمته ترو، فالنفي تبع الترو شو هو بيساوي؟ بيساوي فولس. الاند والاور، الاند المحسنه والاور المحسنه، هذول حكينا عنهم. طبعا التفصيل طبعا موجود هون، يعني مثلا اللي بده يرجع له اذا القيمه ترو النفي تبعها شو هو، الاند كيف بتنحسب لما بيكون عندي مثلا اي وبي، فالاند اند شو الفرق بين شو يا عبد الرحمن؟ لما بتكون الاي ترو والبي ترو، فالان تبعهم الان شباب مثل كاني بقول وا، مثل كاني بقول وا، يعني الاولى والثانيه، لما الاولى صحيحه والثانيه صحيحه فالثنتين مع بعضهم شو قيمتهم؟ صح. لما الاولى صحيحه والثانيه خاطئه قيمه خطا، لانه الثانيه خطا. لما الاولى خاطئه والثانيه صحيحه فالنتيجه خاطئه، لما الاولى خاطئه والثانيه خاطئه فالنتيجه خاطئه، قيمة منطقية لإلها فولس. طبعا عبد الرحمن عم بقول شو الفرق، شو الفرق بين شو؟ فالآن شباب إذا بتكون صحيحة لما بيكون التنتين صح، لما الآ صح والبي صح، أما لما بتكون واحدة منهم خطأ فالنتيجة خاطئة. الأور هي الأو، أنا عم بقول النتيجة صحيحة لما الأولى صحيحة أو الثانية صحيحة، يعني لما الأولى صحيحة والثانية صحيحة فالنتيجة صحيحة، لما الثنتين صح، لما الأولى صحيحة والثانية خاطئة فالنتيجة صحيحة، لما الأولى خاطئة والثانية صحيحة، أنا عم بقول الأولى أو الثانية، الأولى أو الثانية. تمام، هلا بقول لك يا عبد الرحمن، لما الأولى فولس والثانية فولس، الثنتين خطأ فالنتيجة خاطئة. طيب أفضلية العمليات، يمكن الأقواس بتحل مشكلة الأفضلية، نحن بنحل دائما بين الأقواس والقوة والإشارات. أول شيء يعني إذا عندي زائد أ فأنا زائد أ الأفضلية. طيب كمان الزائد زائد والناقص ناقص، بعدين نحسب عمليات الجداء والقسمة، لما بتتساوي عندي الأفضليات فأنا بحل من اليسار، يعني أنا لما يكون عندي أ ضرب بي ضرب سي على دي، فكلهم نفس الافضليه، الجداء والقسم نفس الافضليه، كيف بيشتغل؟ بيشتغل من اليسار لليمين، يعني بحسب ا ضرب بي، برجع بحسب الناتج مع سي، برجع بحسب الناتج مع دي. من اليسار لليمين. طيب. الا زائد زائد يا عبد الرحمن، والزائد زائد ا. لما انا عندي البي تساوي مثلا 3. وبكتب تعليمي انا والآ تساوي 2، بكتب انا تعليم البي تساوي آ زائد زائد. تمام، هاي التعليم بتشمل تعليمتين، التعليم اللي هي الاولى اللي هي عملية اسناد، البي تساوي آ، بعدين الـ A تساوي A زائد 1. أول شيء الـ B تساوي الـ A، بعدين الـ A زائد زائد اللي هي A تساوي A زائد 1، يعني شو بتصير القيمة عندي؟ الـ B صارت قيمتها 2 والـ A صارت شو قيمتها؟ 3. تمام؟ طب لما بكتب أنا الـ B تساوي زائد زائد اه، الحالة هذه العملية الأولى شو بتكون؟ بتكون الـ A تساوي A زائد 1، يعني أول شيء أنا بعمل الزائد زائد A، صارت الـ A عندي قديش؟ الـ A 3 صارت 4، بعدين عملية الإسناد اللي هي الـ B تساوي A، B تساوي الـ A، صارت عندي شو؟ الآ قيمتها 4، إذا هي صارت بس بالتسلسل، صباح الخير.
سريع دي، يعني انا لما عندي الار زائد زائد هلا بلش نغلي. الار زائد زائد بعمل اسناد بالاول، لما عندي زائد زائد ار بعمل الجمع بالاول. الفكره انه هون انا عم بختصر عمليتين بعمليه واحده، عمليه اسناد وعمليه زياده واحد. هون عمليه زياده واحد وهون عمليه اسناد. واضحه الفكره؟ طيب تعليمة القراءة شباب، جربتوا هدول التعليمات؟ تعليمة القراءة نحن قلنا خلينا نشتغل على اللغة. تعليم القراءة جربتوها؟ مثلا أنا عرفت متحول انت، عفوا سترينج متحول من النوع المحرفي، اسمه ST، قيمته فارغة. هذا الاس تي انا بدي المستخدم هو يدخله، فانا بعمل له كونسول ريد لاين، فيني اكتب قبل شو فيني يخلو كونسول مشان الاظهار يكون جيد عندي. كونسول رايت لاين، طبع لي على الشاشة العبارة التالية: انتر اس تي، نقطتين فوق بعضهم. طبعا فينا نعملها رايت بدل الرايت لاين مثل ما حكينا مشان نضل بنفس السطر، فاصلة منقوطة. بعدين دخلنا قيمة الاس تي. بعدين خلينا نجرب الاخراج تبعها. مثلا اذا قلنا له كونسول رايت لاين، طبع لي انت على الشاشة The string is، نقطتين فوق بعضهم، تنصيص. زائد ST زائد بالتنصيص، حتى التنصيص. خلينا نجرب هيك اذا بيمشي الحال. انتر ST، دخلت لي اياها ثلاث اصفار مثلا. The string is ثلاث اصفار. واضح شباب؟ هاي تعليم القراءة والكتابة. طب إذا أنا بدي دخل قيمة متحول integer A فاصلة B فاصلة منقوطة، عرفت متحولين من النوع الصحيح A و B، بدي أقرأ قيمتهم، كيف بدي أقرأ قيمتهم هذول؟ إذا أنا عملت لهم ريد لاين، إذا قلت له الآر تساوي ريد لاين بيعطيني خطأ. ليش بده يعطيني خطأ؟ قلنا لأنه الريد لاين بتعطيني قيمة من النوع سترينج. فأنا شو بشتغل؟ بعمل باص. كيف بنعمل باص؟ نكتب له انتر نمبر، قرأنا الاس تي، وبعدين كتبنا له الآر تساوي انت 32 نقطة بارس للاس تي، وبعدين كتبنا له ذا نمبر از ا. حدا عنده مشكلة هون بهذا الكلام؟ في شيء مانو واضح؟ بالنسبة للبارس شباب، عندي انماط انا عفوا عندي انماط، كل نمط له صف للاستدعاء وللبارس. يعني مثلا البايت بيستدعي له بايت حرف كبير، اللونج بيستدعي له انت 64، الانت بيستدعي له انت 32. يعني مثلا لما انا عندي المتحول من نوع انت، كيف بعمل له بارس؟ بكتب انت 32 نقطه بارس.
لما عندي متحول لوج بكتب له انت 64 نقطه باص. طبعا هذا بشكل عام. هلا نحن تسهيلا بالسي شارب شو ممكن تشتغل انت؟ ممكن تكتب مباشره، يعني مثلا انت تكتب له انت باص بياخده، سترينج تكتب له عفوا الفلوت تكتب له فلوت باص بياخده. فيك تشتغل بطريقه ادق اذا اعتمدت هذول الصفوف، ما في مشكله. طبعا فيكم تجربوا هذا الكلام. كان في النهايه في عندنا تمارين للتجريب لازم تكونوا جربتوها. جربتوها شباب التمارين الاخيره؟ صباح الخير يا عمر، ولا يهمك. بكل الاحوال خلينا نجرب اشتغلنا هون. انتر نمبر مثلا دخلت له 333، اعطاني النمبر از 333. واضح الكلام لهون شباب؟ في شي مشكلة هون؟ التمارين الموجودة بنهاية الملف جربتوها شباب؟ هاي التمارين في صعوبة؟ في حدا لاقى أي صعوبة؟ في ملاحظة رح نقولها هون. أنا عندي هون لاحظوا شو عم بشتغل هون؟ عم قول له عندي متحول اسمه اس تي نوع سترينج، دخل لي اياه وبعدين اعمل له باص لا يصير كانتجر. تمام. طب انا فيني اعملها بشكل ثاني، انا فيني اقول له مباشره، لاحظوا انا عندي هون اس تي وعندي هون اس تي، طب هون عندي مساواه، اذا جبت انا هاي المساواه كلها لهون وحطيتها مكان الاس تي في مشكله؟ شو رايكم؟ عمليا انا ما عملت متحول من نوع سترينج، انا مباشره اخذت الريد لاين وحطيتها ضمن الباص. اذا جربنا انتر نمبر 533 نظامي ما في مشكله. ليش شباب؟ لانه انا بس انه المتحول بدل ما اكتب له متحول من نوع سترينج وارجع اعمل له بارس، انا عملت للبارس بارس مباشره لتعليمه الريد لاين، ما في مشكله في هذا الكلام. هاي طريقه مختصره او اسرع او احترافيه اكثر بالعمل. طبعا تنتين صح ولكن هذه افضل. طب بالكتابه شباب انا مثلا اذا حطيت له على ان، لاحظوا اللون على ان لون تغير اللون. على ان شو نقصد فيها هون شباب للي مجرب؟ على ان انا لما بحطها مثل كاني عم بقول له نزول سطر. لاحظوا كيف بتصير الطباعة. ذا نمبر از 555 ذا نزل سطر. لاحظوا ذا نزل سطر هون، نزل سطر كاتب لي النمبر ونزل سطر. ذا نمبر از الباقي طباعة. واضح يا شباب؟ طيب قواعد عامة بالعمل نحن حكيناها ولكن موجودة بالملف البي دي اس اللي بده يرجع لها. الكتابة بين أقواس، نحن ممكن نكتب التعليمي بين أقواس أو نكتبه بدون أقواس. طبعا إذا كانت التعليمي واحدة، شو الفكرة بالأقواس؟ الأقواس تحدد لي مجال التعليم. نحن حكينا بالمجال، إذا أنا عندي مثلا فتحت قوس وسكرته هون هذا مجال هذا باللون الاحمر. طب اذا انا فتحت قوس قبله وسكرته مثلا هون رجعت مثلا فاتح قوس بعد الاحمر ومسكره هون، هاي مجالات. يعني انا صار عندي مجال هذا الخاص بالمجموعه التعليمات الخاصه هون بقوس. هلا شو بفيدنا هذا الكلام؟ هلا رح نعرفه، لكن بهمني تعرفوا انه نحن الاقواس بتحدد لنا هذا المجال. يعني هذا القوس باللون
ما بعرف شو اسمه، بيحوي الاحمر والازرق، بينما الاحمر ما بيحوي الازرق والازرق ما بيحوي الاحمر. طبعا التعليمات احنا لما يعني انا لما بعطيك تعليمي مثلا، فرضا تعليم مثل اف هلا رح ناخذه، اذا انا قلت لك نرجع على هذا اللون، اذا قلت لك انا اف وفتحت قوس وسكرته، عندي تعليمات، مجموعة من التعليمات، وهون متابع بالتعليمات. فتعليم الاف بتأثر وين؟ بتأثر على هاي التعليمات، ما لها علاقة باللي يجي بعدها. الأقوال إذا بتحدد لي مجالات العمل شباب. هلا رح ندخل بهذا الكلام بشكل أكثر. طبعا الفاصل المنقوطة هي نهاية التعليم مثل ما حكينا، التعليقات حكينا عليها شو هي، كتل التعليمات ومدى المتحولات. شو يعني؟ يعني أنا عندي مجال تأثير للمتحول، مجال أنا ضمن هذا المجال بعرف هذا قيمة المتحول كيف يتعامل معه، هاي بنسميها مدى المتحولات. كيف يعني؟ لاحظوا عندي أنا هون معرف أنا متحول انت ا بي تساوي 12، يعني شو اشتغلت انا؟ عملت مكان بالذاكره اسمه ا حطيت فيه 12، وعملت مكان بالذاكره اسمه بي من النوع الصحيح كمان حطيت فيه 12، تمام؟ رجعت عملت مكان اكس وواي حطيت فيه 8، الاكس حطيت فيه 8 والواي حطيت فيه 8. طبعا هون فتحت قوس باللون الاحمر، لاحظوا انتهى هون هذا المجال الخاص فيه الاحمر، كمان هون فاتح قوس باللون الاخضر ضمن المجال هذا الاخضر، وهون فاتح باللون الازرق. طيب المدى المتحولات شباب هو المكان اللي انا قادر اشوف المتحول ضمنه، قادر اتعامل معه ضمنه، بيتحدد بالقوس الموجود ضمنه، الحيز الموجود ضمنه. يعني انا هون بالمجال الاحمر شو عندي؟ عندي الـ الاسود اول شيء، بالمجال الاسود فوق عندي الا بالاسود، هذا المربع الاسود عندي الا والبي، الا والبي ضمن كل هذا المكان انا فيني اتعامل معه. يعني انا فيني استدعي الا هون، فيني استدعيه هون، فيني استدعيه هون، فيني استدعيه برات هون، ما في مشكله. والبي نفس الشيء. طيب اللون الاحمر اللي هو عندي الاكس والواي، الاكس والواي انا عرفت بهذا القوس الاحمر، ما فيني استدعي اكس هون، بيعطيني خطا، بيقول لي المتحول ما هو معرف، ولكن فيني استدعيها بالمربعات الثانيه، ليش؟ لانه معرف يضمها. واضحه الفكره يا شباب؟ الزد مثلا، الزد لاحظوا هون مثلا انا معرف الزد تساوي 12، قايل له الاكس تساوي الزد، طيب الاكس وين انا معرفها؟ معرفها بالقوس الاكبر، بيحتوي هذا القوس الصغير، معناته فيني استدعيها هون. والار تساوي اكس زائد واحد، الار انا معرفها بالقوس الاسود بيحتوي هذا المكان، ففيني استخدمه هون، انه اقول له الار تساوي اكس زائد واحد. باللون الازرق هون انا معرف يو، انا معرف هون اليو، اليو فيني استدعيها فقط ضمن هذا المجال. يعني ضمن هذا المجال فيني اكتب تعليمي يو تساوي ار، يو تساوي اكس، يو تساوي كذا، اما فيني اكتب هون مثلا اكتب له يو تساوي 3، يعطيني خطأ، متحول غير معرف، لأن خارج المجال الخاص فيها. هذا هو مدى المتحولات، يعني أنا المتحول اللي بعرفه وين فيني استخدمه. واضح شباب؟ طيب مثال، أول شيء نعرف مدى المتحول بالكتلة، إذا يكون المتحول معرفا فيها يكون في الكتلة لسه مدى، ما في مشكلة، هذا الكلام حكينا. مثال هون كاتبين يكون بلوك صفر، طبعا البلوك صفر هذا تعليق، البلوك واحد، البلوك اثنين، البلوك ثلاثة، طيب البلوك صفر انا عرفت فيه ا وبي، ا وبي البلوك الاحمر عرفت فيه اكس وواي. اذا رسمنا المجال
إذا رسمنا المجال هذا مجال اللون الأحمر. طيب إذا رسمنا اللي بعده الأخضر، هذا البلوك الأخضر. البلوك الأخضر عندي هذا المجال الخاص فيه، والبلوك الأزرق هلا بنشوف لوين بينتهي معنا. بكل الأحوال هذا المجال الخاص فيه مبدئيا المبيان. طيب هون انا عرفت الا والبي، العمليه انا فيني استدعيها وين ما بدي، ما في مشكله. الاكس والواي عرفتها ضمن هذا المجال، قلت له اكس تساوي اكس وواي تساوي 8، عمليا صار عندي متحول اسمه اكس في قيمته 8. ايه ما في مشكله، ما في مشكله، ما في مشكله. انت فيك تسكر القوس وين بدك حسب حاجتك. نحن دهنا تفهم الفكره انه انا وين مجال استخدام المتحول. الاقواس بتحدد لك المجالات، مثل بالرياضيات شباب، اذا انا فتحت قوس هون، فتحت قوس ثاني سكرته، فتحت قوس ثالث، فتحت قوس، فتحت قوس، رجعت سكرت الاقواس. نفس المبدا تماما. كانه هاي نفس الشيء، الواي في معاني كمان. طيب، البلوك اثنين عم طلع عرف لي زد تساوي 12. صار عندي متحول اسمه زد قيمته 12. عم تقول له الا تساوي البي زائد زد. طيب الا معرفة هون، ما انا معرفة بالاخضر، وين معرفة بالاسود؟ لك وين الا؟ شايفة الاخضر ما في مشكلة، معناتها هي التعليمة صحيحة. الا تساوي البي زائد زد، البي 12، الزد 12، صارت الا قديش؟ 24. الاكس تساوي زد، الاكس ما انا معرفة هون، وما انا معرفة وين الاكس معرفة؟ معرفة الاكس هون، وين مجال نهايتها؟ انتهت بس ضمن الاحمر الاكس. إذا هذه خطأ، ليش؟ لأنه بدي أشوفها، خلص مجالها. الأ بيساوي إكس زائد واحد نفس الشيء، إيرور كمان، لأني عم استخدم الأ، الإكس عفوا، الإكس معرفة ضمن هذا المجال. واضحة الفكرة يا شباب؟ البلوك ثلاثة عم بيعرف لي اليو تساوي واحد، الأ تساوي بي ناقص يو صحيحة، طيب الواي تساوي اليو ناقص بي، الواي وين معرفة الواي؟ بنرجع، الواي معرفة ضمن البلوك الأحمر. فما فيني انا استخدمه هون، البي ما في مشكله باستخدامه واليوم ما في مشكله باستخدامه، بيعطيني اياه. تمام؟ طبعا هون عم بيعطيكم الملاحظه، في لغات تسمح لك تعرف المتحولات باي كتله ومدى المتحول المصرح عنه، فيك تستخدمه باي كتله داخليه. تمام؟ في عندنا لغات بدك تعرف المتحولات ببدايه الكتله من فوق، ما في مشكله. نحن بهمنا السي شارب هلا، بندخل بتفاصيل اللغات الثانيه. السي شارب شباب انت فيك تعرف المتحول وين محتجته. مثل ما لاحظتوا مثلا بالعمل، نحن انا مو ضروري مثلا انا بلشت المين الفويد مين مثلا، فتحت قوس، انا ما في داعي اعرف كل المتحولات وبعدين بلش عمل، انا وين محتاج المتحول فيني اعرفه، ما في مشكله بهذا الكلام، ولكن مجال استخدامه بدي اعرفه ضمن الاقواس، مع مراعاه شو؟ الكابيتال لتر والسمول لتر لانه حساسه لحاله الاحرف. طيب انا فيني اعرف نفس الاسم، يعني اذا انا عندي، اذا انا عندي بلوك باللون الاحمر عرفت فيها متحول اه، وبلوك غيره باللون الازرق عرفت فيه متحول اه. هذا مجاله بالازرق وهذا مجاله ضمن الاحمر، بياخذه ما في مشكله، ولكن كشروط تسميه متحولات هذا اسمه غلط. ليش؟ لانه بصير عندك انت يعني بتضيع، ما بتعرف المتحولات عم تستخدمها. فنحن دائما شباب بتسميه المتحولات بنعتمد اسم متحول مميز، يعني انا ما بحط اكس وواي وزد واو وبي، مثلا ممكن استخدم نمبر واحد، نمبر اثنين، بدي مثلا اسم الطالب بكتب ستودنت نيم او اس تي يو مثلا، شو اختصف لي نيم، بسمي اسماء تعبر عن المتحول. تمام يا شباب؟ طيب هذا المثال عندي انا بلوك واحد عم عرف ضمنه، او عندي ار بي معرفهم ضمن الكلمه، في مشكله. بلوك واحد هذا مجاله، عرفت انا ضمنه الاكس والواي، وضمنه في بلوك نستخدم انا معرف فيه الكي. اكس واي تساوي 8، كي تساوي 0، الاكس تساوي ا ضرب واي، الا وين ما انا موجوده عندي، موجوده هون ما في مشكله بتعريفها، ضرب واي، الواي موجوده هون ما في مشكله،
الكي تساوي كي زائد زد. وين الزد عندي؟ وين الزد؟ ما عندي زد، بيعطيني هون خطأ شرعي، بيعطيني هون خطأ لأنه الزد غير معرفي. تمام؟ الزد معرف ضمن البلوك الثاني، البلوك الثاني هذا مجاله في ضمن بلوك كمان، الزد تساوي 12، معرفة ضمن هذا المجال مثل مش كي والبي والزد، الانت يو عرفت اليو هون، الاكس تساوي ضرب واي. الا معرفة عندنا، الواي وين معرفة؟ كمان بده يعطيني خطأ هون، الواي ما أنا معرفة، معرفة يمكن عرفناها بالبلوك الأول، لك وين الواي؟ معرفة ضمن البلوك الأول انتهى مجاله هون، ما أنا ممكن يستخدم، ما بيعطيني خطأ هون. اليو زائد زائد وين اليو؟ كمان اليو خطأ. ليش؟ لأنه اليو ما أنا معرفة ضمن المجالات الرؤية تبعيتها. اليو يساوي واحد، الأ تساوي يو ناقص بي، والزد تساوي يو ناقص بي، بيعطيني خطأ عند الزد. إذا هاي خطأ وهاي خطأ وهاي خطأ. واضح الكلام يا شباب؟ طيب، تعليم الإسناد. طبعا تعليم الاسناد نحن شو هي؟ المساواة، اليساوي الواحدة، مو اليساوي المنطقية اللي هو يساوي يساوي. تعليم الاسناد ببساطة أنا بحط اسم المتحول مثلا وبقول يساوي قيمة ثلاثة، أو يساوي عملية متحول ثاني بي، أو يساوي عملية مثلا ثلاثة ضرب خمسة تقسيم اثنين. طبعا بتعطيني خطأ هون لأنه الأنت مثل بدها تكون دبل حتى اقدر اقسم. هاي عمليه الاسناد، عمليات الاسناد. طبعا فينا نحن نلاحظوا عندي عمليات مثلا انا معرف ا وبي وفورا سندت ل 56 وعرفت السي والدي، قايل له الا تساوي البي تساوي 12، عمليه عامل اسناد بالاول انا ل 12 هون، بعدين جامع ل 8، بعدين الا تساوي بي تساوي سي تساوي دي تساوي 8، هذا اسناد متكرر بالسي شارب، فينا نشتغل بهذه الطريقة ما في مشكلة، فيك تسند أنت عدة متحولات. تمام؟ تمام يا شباب؟ عملية إسناد خاصة طبعا، عندي أنا عرفت متحول اسمه آ، سندت له ماني ساند له قيمة، عرفت متحول اسمه بي، سندت له قيمة 56. طيب آ تساوي ناقص 8، صارت الآ ناقص 8. صحيحة الآ ناقص 8، شو رأيكم؟ تعطيني خطأ ولا صحيحة؟ ليش خطأ يا صهيب؟ ليش صح يا عمر؟ الآن شباب انت، الانت هو عدد صحيح. العدد الصحيح من القيم السالبة للقيم الموجبة، ما عندي مشكلة أنا بتعريف ناقص 8. يعني مو ضروري تكون دائما موجبة. تمام؟ الآ زائد تساوي بي، شو معنى هذا الكلام؟ لما بقول له أنا الآ زائد تساوي بي. الآ زائد تساوي بي هي اختصار بالكاسة، هي اختصار بالسي شارب للعملية اللي بتقول لك الـ A تساوي A زائد B. طبعا عمليات الإسناد شباب، هلا هي القيمة رياضيا لما بتكتب بالرياضيات أنت الـ A تساوي A زائد B، هذا خطأ بالرياضيات. ولكن بالبرمجة نحن شو بنقصد؟ هي عملية إسناد ما أنا مساواة، يعني أنا عم قول له اجمع لي A مع B وحط قيمتها بـ A، عملية إسناد. يعني A القديمة، A الجديدة، آه الجديدة بتصير هي آه القديمة زائد البي. فعمليا لما أنا بقول الآ زائد تساوي بي، أنا عم قل له آه تساوي آه زائد بي. الآ تساوي آه زائد بي، أنا عندي الآ قيمتها ناقص 8 والبي قيمتها 56. شو بتصير القيمة؟ ناقص 8 زائد 50 56، تطلع 48 وليس 46. طيب
البي ضرب تساوي 3، البي ضرب تساوي 3 نفس المبدأ، يعني عم نقول البي تساوي بي ضرب 3. البي ضرب 3 يعني 56 ضرب 3. تمام يا شباب؟ هاي اختصارات بالاسناد، فيك تعتمدها فيك ما تعتمدها، الموضوع بيرجع لك ما في مشكله، يعني فيك تكتب انت بتعليمي ا تساوي ا زائد بي، فيك تكتب بتعليمي ا زائد تساوي بي، تنتين صح ما في مشكله. طبعا هون بدك تحسب القيم، عم بيقول لك احسب لي قيم المتحولات اذا بدنا نحسبهم. عندي انا الا صفر، البي صفر، السي 8، الدي صفر، الاي صفر. الا تساوي ا تساوي بي تساوي سي، الا تساوي بي تساوي سي، يعني الا صفر تساوي البي تساوي السي، صاروا كلهم 8، صاروا كلهم 8، الا والبي والسي، هذا اسناد متكرر بتصير كلها 8. البي ضرب تساوي 5، معناتها انا شو عم بقول له؟ البي تساوي بي ضرب 5، 8 ضرب 5. الا على تساوي 2، يعني الا تساوي ا على 2. تمام يا شباب؟ في مشكله هون؟ الاي هون عمليه اسناد، في عندي اقواس، يعني بنفذ الا زائد بي بالاول، برجع بنفذ الاسناد للبي تساوي 6، بعمل ضرب بيناتهم وبعدين بقسمهم على 2. جربوا هاي العمليات شباب بايدكم. في اي مشكله هون؟ طيب في التعليم الشرطيه، التعليم الشرطي، شو هي التعليم الشرطي؟ التعليم الشرطي شباب اللي اخذناها بالبسيلو كود، اللي بتقول لك اذا كان الشرط محقق بدايه نهايه، ذكرتوها؟ نفس دي مجموعه التعليمات، كيف انا بدي اكتبها بالسي شارب؟ بكتبها بالشكل التالي: اف، إذا بدنا نمشي مع هذا الكلام اللي كتبناه من شوي نحن، عم بقول له أنا عرف لي أ بي، اكتب لي دخل ريد لاين للأ، قرأنا الأ. طيب إف، نفتح قوس، بعد هذا القوس بكتب أنا في نفتح قوس تعليمات، شو معنى هذا الكلام؟ هاي شكل التعليم يا شباب. انا عندي هون الشرط، عندي هون الشرط، اذا كان هذا الشرط، يعني هذا الشرط يا اما يس يا اما نو، يا اما ترو يا اما فولس. الشرط هو القيمه، العباره المنطقيه اللي انا في يحكم علي انا صح ام خطا. اذا كانت يس انا بقارن هذا الشرط، اذا كان يس شو بشتغل؟ بروح على القوس التعليمات بنفذ كل التعليمات الموجوده هون. طب اذا كان نو شو بشتغل؟ بتجاوز القوس كله، ما بتنفذ به شيء، بروح للي بعده. اذا اذا كان الشرط محقق بنفذ لي هي التعليمات، اذا ما له محقق ما بنفذ لي اياها. خلينا نجرب. انا بدي اقرا قيمه اه، عم قول له اذا كانت الا اف اه مثلا بدها تكون قيمه منطقيه، يعني بدها تكون عباره انا فيني احكم عليها انها صح ام خطا. اذا كانت الا اكبر من الصفر، اذا كانت الا اكبر من الصفر، اتبع لي شو بدي اياه يطبع مثلا. كم سؤال اطبع لي ذا نمبر، ذا نمبر ا مور ذان صفر. طيب شو هلا شو كيف بصير التنفيذ هلا؟ هلا نحن عمليا رح نقرا قيمة A، دخلنا هون نحن قيمة A، مثلا دخلنا قيمة A 3. إذا كانت A أكبر من الصفر، الـ A 3 أكبر من الصفر صحيحة، بيطبع لي بنفذ لي التعليمات الموجودة ضمن هدول القوسين، اللي هي شو هون تعليم الطباعة، اطبع لي على الشاشة إنه الـ A قيمته أكبر من الصفر. طيب إذا كانت قيمة A ناقص 3، بيجي على الشرط اف الا اكبر من صفر، الا ناقص 3، ناقص 3 اكبر من صفر خاطئه، ما بينفذ شيء، بيروح بينفذ التعليمات اللي بعدها مباشره.
شو التعليمات اللي بعدها مشان تبين معنا؟ رح احط انا تعليم الكتابة كونسول رايت لاين. شو بنكتب لكم؟ اند. واضح الكلام شباب؟ بننفذ بنجرب. انتر نمبر مثلا دخلت له انا خمسه. ذا نمبر خمسه مور ذان صفر ان. طيب خلينا ندخل له رقم ناقص ثلاثه، اعطاني اند مباشره، ما استغل التعليمات. ليش؟ لانه الشرط غير محقق. طيب اذا كتبنا صفر شو رايكم؟ شو لازم يعطيني؟ نشوف الشرط. انا عم قل له القيمه المنطقيه اكبر من الصفر. طيب انا النمبر اللي دخلته صفر، يعني صفر اكبر من الصفر، هل الصفر اكبر من الصفر؟ رونج. مضبوط. لو اني كاتب له اكبر او يساوي كان بيكون ترو. واضح شباب؟ طيب الشكل الثاني للتعليم اللي هو else. ال else شو؟ شو ال else؟ شو بتصيرني ال else؟ حدا بيعرف؟ تماما. الالف شباب هي الحالات الثانيه لما يكون الشرط غير محقق. يعني هون بكتب له انا the number less than صفر. يعني انا عندي شرط بشكل التعليمي كيف صار؟ انا عندي شرط اما قيمته yes او نو، يعني ترو او فولس. لما بيكون يس بيجي لهون بنفذ لي هاي التعليمات. لما بيكون نو شو بيشتغل؟ بيجي على الالس وبنفذ هاي التعليمات. باليس بيدخل بالتعليمات مباشره، ما له علاقه بالالس. بالنو بيدخل بالالس، ما له علاقه بالتعليم الاولى. اذا كان شرط محقق نفذ لي هاي التعليمات، والا نفذ لي هاي التعليمات. خلينا نجرب. النمبر خمسة مور ذان صفر. طيب النمبر ناقص سبعة ليس ذان صفر. تمام. طب خلينا نجرب الصفر، نحن ما لنا معالجين حالة الصفر. أخذ الإلس. ليش؟ لأنه الشرط غير محقق وبياخذ الإلس. تمام. طبعا اذا بدي يكون هذا الكلام دقيق انا فيني احط هون اف ثانيه. اف ثانيه شو بقول فيها انا لهي الاف الثانيه؟ بقول له اذا كانت ال تساوي الصفر، تساوي الصفر، فاطبع لي انت ذا نمبر از صفر. شو اشتغلت هلا انا شباب؟ هلا انا حطيت تعليمي الشرطيه ضمن التعليم الشرطيه. واضحه الفكره؟ اذا شغلت التعليم الشرطي شو بتقول لي انا؟ لما بعطيه صفر بيقارني الالس، ما انا اكبر من الصفر. بيدخل بالالس. بده يشوف لي الأ اكبر من الصفر، خاطئه، بيروح على الالس. لما بيروح على الالس عنده حالتين. هل الـ تساوي الصفر؟ صحيحة بيطبع لي جملة، خاطئة بيشوف الحالة الثانية بيطبع باقي الحالة.
تمام طبعا هون بده يبدو على الحالتين، انا لازم شو اعمل؟ لازم اقول له اذا كانت الا تساوي الصفر اطبع هاي، الس اطبع هاي. فينا نعملها هيك، فينا نعملها بشكل ثاني بغض النظر، المهم الفكره واضحه العمليه شباب؟ في شي سؤال؟ لاحظوا هون عم بيعرف، عم نعرف متحول A تساوي 100 وال B تساوي 0 وال C. طيب إذا كانت ال B تساوي 0 ف ال C تساوي 1، وضع لي first condition C تساوي ال C. طيب ال B تساوي 0 شرط محقق، إذا بنفذ لي هاي التعليمة. ما بيدخل بالإلز، هو ما بيشتغل، ليش؟ لأنه ال B تساوي 0 مضبوطة. طيب إذا كانت ال C تساوي A ضرب B، ال C شو صارت قيمتها؟ صارت قيمتها 1. سي تساوي A ضرب B، السي تساوي ال A ضرب B، يعني السي صارت، نحن البي قديش عندنا؟ صفر ضرب 100، السي صارت صفر. طيب السي صارت صفر لا تساوي الصفر، كمان هاي خاطئة، إذا شو بيدخل بالإلس؟ تمام؟ واضحة شباب؟ حبوا النزلة؟ طيب أنا عرفت متحولات A و B و C. ال A قيمته 100، ال B قيمته 0، وال C لسه غير معرفة. هاي التعليم الأولى. التعليم الثاني عم قول له أنا اف البي تساوي الصفر، راح أغير اللون. هاي تعليمة الاف. الاف بتتضمن اف مع الز. إذا كانت ترو بنفذ لي هذا القسم، وإلا بنفذ لي هذا القسم عند الفولت. بنشوف اف البي تساوي الصفر، البي قديش قيمتها؟ صفر. إذا هذا الشرط صحيح، إذا بننفذ هون ما ندخل بالاس. شو عم بيقول لي هون؟ سي تساوي 1، حطينا للسي 1. بيطبع لي على الشاشه فيرست كونديشن سي تساوي 1. تمام لهون؟ طيب التعليم اللي بعدها اف شرط الس. عندي اف، عندي هاي الحاله اللي هي ترو، والس هاي الحالات الباقيه. طيب اف اول شيء عندي سي تساوي ا ضرب بي، ا ضرب بي، بعمل عمليه الاسناد بالاول شباب. اف السي تساوي ا ضرب بي، ا ضرب بي يعني ا ضرب 100 ضرب 0 معناتها 0، هاي القيمه هون سي تساوي 0. عم بيقول لي سي تساوي 0، اف سي اللي هي 0 لا تساوي 0، اذا كاني عم بقول انا 0 لا تساوي 0، اذا شو القيمه المنطقيه هون؟ فولس. فولس عاد انا بروح لوين؟ على الالس. سي تساوي A، سي تساوي A، السي قديش قيمة الـ A؟ 100، صارت السي تساوي 100. بضع على الشاشة سيستم كونسول سكند كونديشن سي تساوي 100. تمام؟ طيب أوجد نتيجة البرنامج التالي المكتوب بلغة السي شارب. أوجد نتيجة البرنامج. نفس المبدأ شباب. نعمل سيكونس في الترسوم مثل ما يمارسوا معنا تماما. فينا نكتب عندي متحول A قيمته 100، عندي متحول B قيمته 0، عندي متحول C قيمته 8، عندي متحول D غير محدد القيمة، وعندي متحول E قيمته 100. طيب اف ال B تساوي 0، B تساوي 0 صحيحة، إذا بننفذ فورا D A تساوي B تساوي C، ال A تساوي B تساوي C، يعني صاروا كلهم 8.
البي ضرب تساوي 3، يعني البي تساوي بي ضرب 3، 8 ضرب 3. الا تقسيم تساوي 2، معناتها الا تساوي ا، يعني 8 على 2. الاي تساوي اول عملية هي القوس الاسناد، دي تساوي 4، يعني عمليا حطيت دي قيمتها 4، بعدين صارت هوني 4، ا ناقص بي ضرب 4 والكل على 2، عندي هوني قوس وهوني قوس. الافضلية لمين؟ الافضلية للبي ضرب 4، بي ضرب 4 يعني 8 ضرب 3 ضرب 4، ا ناقص الا قيمتها 8 تقسيم 2 ناقص البي، والكل باقي قسم والكل قسمي على 2. الدي باقي قسمته على 3، الدي قديش قيمتها؟ الدي قيمتها 4، يعني 4 باقي القسمه على 3 صارت قيمه الدي، يعني قديش؟ 1. الا تساوي بي در... يعني بس عمليات رياضيه شباب، يعني عم ننفذ عمليات رياضيه حسب الافضليه. بعدين بكتب له after first condition اي تساوي، بطبع قيمه اي الاخيره اللي انا وصلت لها. واضح شباب؟ الالس هون ما بدخل فيها نهائيا، ليش؟ لاني انا شرط ترو، فانا نفذت الاف. واضحه؟ اف الاي لا تساوي الصفر، فالاي تساوي اي زائد بي، اس الاي تساوي ا، وبنرجع نطبع الاي. غموض التعليم الشرطية، شو يعني غموض التعليم الشرطية شباب؟ غموض التعليم الشرطية يعني أنا لما بيكون عندي هذا الشكل، اف اكس أكبر من صفر، اف واي زائد زد أكبر من 10، الاكس تساوي اكس زائد 5، الس الاكس تساوي اكس ناقص 5. طب هاي الحالة الالس تابعة للاف الأولى ولا للاف الثانية؟ هاي بنسميها غموض تعليم الاف الشرطية. نحن دائما هاي الامر كيف نتعامل معه شباب؟ الاقواس بتحدد، الاقواس بتحدد، يعني انا اذا عندي الاف، اذا كاتب انا اف وفتحت قوس، ضمن هذا القوس كتبت اف الس، فصارت الالس تابعه لهي الاف. اذا عملت انا اف وفتحت قوس، ضمن عملت اف سكرته ورجعت عملت الس هون، فصارت الس تابعه لهي الاف. هاي بحاله الاقواس. طب انا اذا ما عندي اقواس، دائما الالس بتاخذ اقرب اف، مثل الرياضيات القوس اللي بتسكره بيكون لاقرب قوس مفتوح. تمام؟ طبعا احنا بنستخدم الاقواس يعني بالشكل الاساسي، هلا هي بهذا الشكل هي اقرب اف. نحن بنستخدم اقواس ليش؟ مشان هذا الغموض ما يكون في عندنا هذا الغموض. تمام؟ في اي سؤال لهم؟ الاسناد الشرطي شباب هو عملية، هو اختصار، هو عملية اختصار. اذا انا عندي متحولات ا وبي وسي، فانا فيني اعمل اسناد شرطي مباشرة. كيف الاسناد؟ الاسناد انا بفتح قوس بكتب الشرط وبعده علامة استفهام وقيمة أولى نقطتين قيمة ثانية، يعني عم قل له إذا كان هذا الشرط صحيح فاسند لي القيمة الأولى للمتحول، يعني مثلا هون أنا كاتب له أ تساوي بهذا الشكل. إذا كان الشرط ترو بيسند لي القيمة الأولى، إذا كان الشرط فولس بيسند لي القيمة الثانية. يعني مثل كأني عم قل له إف الفاليو مثلا تساوي الاف الشرط صحيح، فالار تساوي فاليو 1، الس الار تساوي فاليو 2. نختصر هاي الكتابه كلها بهذا الشكل. مثال على هذا الكلام، عندي متحولات انا ا بي سي، السي تساوي، اذا كانت الار تساوي الصفر هذا هو الشرط، اذا الار تساوي الصفر فالسي بتطلع تساوي البي، وإذا كانت الآلة تساوي صفر
فسي تساوي ار زائد واحد. خلينا ننزله. طيب انا عندي ايه؟ ا وبي وسي، هاي المتحولات اللي انا عرفتها، وما راح نعمل قراءة، راح نسند مباشرة. عندي ال ا تساوي صفر، البي تساوي 10. هون انا شو عم قول؟ عم قل له اسند لي مباشرة السي تساوي، افتح لنا قوس، اذا الشرط هو شو؟ ا تساوي الصفر، بنحط بعد علامة استفهام. اذا كانت الا تساوي الصفر فالسي شو بدها تساوي؟ البي. بهاي الحالة الا صفر معناتها السي شو بدها تكون؟ 10. تمام معي انتو؟ راح نطبع قيمة السي تساوي زائد سي. خلينا نجرب. السي اعطاني اياها 10. طيب اذا كانت الار مثلا تساوي واحد، الشرط الار تساوي صفر ما له محقق، فشو بتكون السي بتساوي؟ بتساوي الار زائد واحد، يعني شو بتساوي؟ واحد زائد واحد يساوي 2. عطتني السي بتساوي 2. هاي بنسميها تعليمة اسناد شرطية، يعني احنا بنسند مباشرة بسطر واحد لما يكون عندي الشرط بسيط بهذا الشكل. واضح شباب؟ طيب راح نجرب هذا المثال. شو عم بقول هون يا شباب؟ عرفت متحولين، واحد اسمه اكس، واحد اسمه ا بي اس اكس. قرأت قيمة اكس. عم بقول له الا بي اس اكس إذا كانت الاكس أكبر أو تساوي الصفر فهو بتساوي قيمة اكس. وإذا كانت الاكس أصغر من الصفر فهو بتساوي قيمة ناقص اكس. بعدين عم بقول له اطبع لي قيمة الا بي اس اكس. خلينا نجرب. بدنا ندخل قيمة اكس، إذا دخلت له 10 طبع لي 10. طيب إذا دخلت له ناقص 500 طبع لي 500. شو هذا شباب؟ حدا بيعرف شو هذه العملية؟ أنا عملت إسناد شرطي، إذا كانت الإكس أكبر أو متساوي الصفر فضع لي قيمة الإكس الموجبة، وإذا كانت أصغر من الصفر الحالة الثانية إنه الإكس أصغر من الصفر بتضع لي ناقص إكس، يعني كمان بتضع لي القيمة الموجبة. هذا هو القيمة المطلقة شباب لإكس. القيمة المطلقة تماما يا غدير. بدل أنا ما أكتب إف إكس أكبر أو تساوي الصفر فالآبي تساوي إكس، إلس الآبي تساوي ناقص إكس. بدل ما اكتب هم ثلاث سطور هذول كيف عملت اسناد شرطي مباشره. كمان هاي اختصار شباب بالكتابه، فيكم تعتمدوا. تمام.
طيب التعليمي الشرطية كتبناها الاف، التعليم اللي بعد الشباب اللي اخذناها نحن شوية التعليم التكراري. التعليم التكرارية شو معناتها؟ نتذكرها مثلا سوا. التعليم التكراري انا عندي شرط وعندي كتلة تعليمات، هذا الشرط طالما انه محقق شو بشتغل انا؟ بنفذ هاي التعليمات وبرجع بقارن الشرط. هل هو محقق بنفذ وبقارن؟ محقق بنفذ وبقارن. هيك لحتى يصير عندي شو؟ الشرط خاطئ. لما بيصير الشرط خاطئ فولس بطلع خارج الحلقة. تمام؟ تذكرتوها؟ كيف انا بكتبها لهاي التعليمية بال السي شارب؟ بكتب وايل، وايل بفتح قوس الشرط وبفتح القوسين اللي هن قوسين التعليمات. هذا شكل التعليمي. لاحظوا انا عندي كتلة التعليمات هون وعندي الشرط. لما الشرط يس بجي على التعليمات بنفذها وبرجع قارن الشرط. الساتو يس نفذ وقارن، نفذ وقارن، ضل كرر، نفذ وقارن، نفذ وقارن حتى يصير نو. لما صار نو بطلع خارج الحلقة. هذا الشكل العام للتعليم. خلينا نجرب. أنا عندي إكس تساوي 3 واي قيمتها اي شيء، ما في مشكله، هلا بنحكي بقيمتها. عم بقول له انا طالما انه الاكس اكبر من الصفر، هذا الشرط، نفذ لي الطاري على الشاشه اكس تساوي اكس. خلينا ننفذ. شو عم يشتغل؟ لاحظوا، لاحظوا المؤشر هون. شو صار؟ تماما يا حارسه، دخلنا بحلقه لا نهائيه. ليش شرط؟ لانه انا عم اقول له اذا كانت الاكس اكبر من الصفر نفذ لي تعليمات الطباعه. طيب انا بمشي مع البرنامج خطوه خطوه، انت اكس تساوي 3، الاكس تساوي 3، الواي ما بعرف لسه شو قيمتها. طيب طالما ان الاكس اكبر من الصفر، 3 اكبر من الصفر صحيحه، اذا بنفذ بيطلع لي اكس نقطتين تساوي 3. برجع بقارن الشرط. اكس اكبر من الصفر، 3 اكبر من الصفر، بيرجع بيقارن. اكس بضل 3 اكبر من الصفر، كل شيء وهي 3 اكبر من الصفر بده يضل يقارن. سكرت المايك. كل شيء وهي الاكس اكبر من الصفر بده يضل يقارن وينفذ، يقارن وينفذ. عمليا شو؟ دخلنا نحن بحلقه لا نهائيه. تمام؟ هذا الموضوع دائما ننتبه عليه، حتى ما يصير فيه هيك. انا شو بعمل؟ انا بحط شرط بالمكان اللي انا بدي اياه بشكل نفذ المطلوب مني، يعني يغير قيمة الشرط. بحط انا مثلا اكس ناقص ناقص فاصلة منقوطة. بهاي الحالة شو بيشتغل عندي؟ انا اذا عملت الواي تساوي مثلا 10، تضع لي قيمة واي. واي تضع لي قيمة واي. شو اشتغلنا هلا؟ خلينا نجرب قبل ما ننفذ. عرف لي اكس حط لي فيها قيمة 3، تمام. عرف لي الواي حط لي فيها قيمة 10، تمام. اكس اكبر من الصفر، صحيح اكس اكبر من الصفر، شرط صحيح، بننفذ، نطبع الواي نقطتين 10، وبنطرح من الاكس 1، صارت الاكس قديش؟ 2. نرجع على الشرط، 2 اكبر من الصفر، صحيح. نرجع نطبع الواي ثاني مرة وبنطرح 2 1 من الاكس، صارت قيمتها 1. طيب الواحد، نرجع على الشرط، الواحد اكبر من الصفر، صحيح. نرجع نطبع قيمه الواي،
النط مطرح من الاكس واحد صفر. الصفر اكبر من الصفر؟ خاطئ، نطلع من الحلقة. إذا كنت بعمل الواي 3 مرات، عملين شو عملت أنا شباب؟ عملت عداد اسمه إكس. عملت عداد اسمه إكس. واضحة الفكرة؟ خلينا نجرب. طبعا لي واي 3 مرات. في مثال نحن إذا تتذكروه أخذناه، هو طباعة جدول الجدول الضرب للعدد 7. طب خلينا نجرب، انا عندي الاكس بدي احطها 10، او الاكس رح احطها 0، والواي طالما انه الاكس اصغر من العشرة، الشرط طالما انه اكس اصغر من العشرة، شو بدنا ننفذ؟ بدي اياه يطبع لي على الشاشة. شو بده يطبع؟ بده يطبع لي رقم 7 زائد شو؟ زائد علامة الضرب اللي هي رح نرمز لها بالاكس كابيتال لتر، زائد قيمة شو؟ قيمة الاكس. خلينا نغير الاكس مشان ما يصير معكم لخبطة، راح نحط بدل الاكس راح نحط اي، راح نسمي العداد اي. نحن العدادات عادة بنسميه اي وجي، اوكي؟ اصطلاحا يعني. طالما انه العداد اصغر من العشرة، فضع لي اكس ضرب قيمة الاي زائد بالتنصيص تساوي زائد شو؟ 7 ضرب الاي، ونزول سطر رايت لاين، بعدين غير قيمة العداد اي. اي شو؟ لازم تصير زائد زائد. بشرح الشباب ولا واضحة؟ قبل ما نجرب نشوف اذا شغلنا صح ولا غلط. طيب انا هون شو عم بشتغل؟ بدي اطبع جدول ايه ما في مشكلة بقى. الواي نحن ما بحاجته. بدي انه البرنامج يطبع لي جدول ضرب السبعة. 7 ضرب 1، 7 ضرب 2، 7 ضرب 3. فعمليا انا عملت عداد سميته اي، بلشت فيه بقيمة الصفر. طالما انه الاي اصغر من 10، شو بدي اشتغل؟ بدي اياه يطبع لي 7 ضرب قيمة الاي تساوي 7 ضرب اي، وبزيد العداد 1. يعني لازم يطلع لي اول مره 7 ضرب 0، بعدين 7 ضرب 1، 7 ضرب 2، 7، هيك لحتى تصير قيمتها 10. بيطلع لي ال 10 بيجي بعدها بتصير الاي 11، بيحقق الشرط. هل ال 11 اصغر من 10؟ خاطئ، بيطلع من الحلقه. عم نحن شو بكون ضعنا؟ ضعنا جدول ضرب 7، هيك المفروض. خلينا نجرب. واضح يا دعاء؟ خلينا نجرب. 7 ضرب 0 0، 7 ضرب 1 ضرب 2، مبين عليكم؟ حتى 7 ضرب 9. إذا نحن لما بدنا نحط، تماما يا صهيب، تماما تماما، حتى نحصل على قيمة 7 ضرب 10 لازم نحط أصغر أو تساوي. كويس يا صهيب، حصلنا على قيمة ضرب 10. واضح شباب؟ طيب اذا احنا بدنا نرفع المستوى نفس صغيره، انا بدي اطبع جدول الضرب لكل الاعداد من 1 حتى 10. شو بدي اشتغل؟ حدا يقترح شي فكره؟ عم قول انا اذا بدي اعمل جدول الضرب لكل الاعداد من 1 حتى 10، شو بشتغل؟
حارس عم بيقول بنحط عدادين، غدير عم بيقول بعرف متحول ثاني ضمن الاي، عداد ثاني يعني. تمام، خلينا نجرب. اول شيء انا عندي هذا العداد بيكتب لي جدول الضرب للعدد، فانا اعرف عداد ثاني مثلا. خلينا نجرب خطوه بخطوه. انت جي تساوي الصفر. خلينا نبلش من الواحد لانه جدول الصفر كلياته صفر. بعدين بقول له انا طالما انه وايل، طالما انه الجي اصغر او تساوي العشرة، شو بدي اياه يشتغل؟ اكتبوا معي شباب، شو بدنا اياه يشتغل؟ طالما انه الجي اصغر او تساوي العشرة، فضع لي ندخل بحلقة الاي. حتى ندخل بحلقة الاي اول شيء لازم نقول له الاي تساوي واحد. بعدين طالما انه الاي اصغر من العشرة، طبع لي بدل السبعة جي، جي ضرب الاي تساوي جي ضرب اي، واي زائد زائد بضل يكرر هيك لحتى يخلص. شو بدنا نعمل؟ نزيد الجي واحد. صحيح هالكلام؟ بعد ما نزيد الجي واحد مشان الطباعة تكون مبينة معنا مضبوطة، راح نكتب له شو نكتب؟ في كونسول رايت لاين نفتح تنصيص، راح نحط هاي الشحطات ونسكر القوس. فاصلة مقطوعة، خلينا نجرب إذا شغلنا صح. هون شباب الجي واحد، الاي من واحد حتى عشرة، هون الجي اثنين، هون الجي ثلاثة، مبين عليكم؟ واحد ضرب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمام، واحد اثنين ثلاثة اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة 12 تمام. إذا شو شغلنا؟ تمام. هون أربعة، هون خمسة، هون ستة، هون سبعة، هون ثمانية، هون تسعة، هون عشرة، وبعد نهاية كل جدول شو حطينا؟ هاي الشحطات. بعدين جدول ضرب العشرة، عشرة عشرين ثلاثين أربعين هيك للمية. واضح شباب شو اشتغلت أنا هلا؟ في حدا ما فهم؟ أنا عملت حلقة وايل، هذا الشرط تبعه وهذا التنفيذ. ضمن حلقة الوايل شو عملت أنا؟ عملت حلقة وايل ثانية، هذا الشرط تبعه وهذا التنفيذ. لما بدخل بحلقة الوايل كل مرة بعمل عملية إسناد للآي تساوي واحد، ليش؟ لأنه هون بنهاية العداد شباب. خلينا نجرب، إذا أنا لغيت هذا الشرط، إذا أنا لغيت ترجيع قيمة اي لواحد، شو بصير عندي؟ لاحظوا، طب هل الواحد صارت قيمة الاي قديش؟ 10 أو إيه 11. ده استمرت 11، يعني أنا قاعد يضع لي غير أول مرة، ليش؟ لأنه صار هون دائما الشرط نو. هذا الشرط صار دائما نو، ما عاد يضع لي هون هذا القسم، صار بس بيزيد وبيطبع، هذا بيزيد وبيطبع. فنحن دائما بنرجع القيم بالشكل اللي للقيمة البدائية لاي، يعني دائما برجع اي لواحد وبطبع، برجع اي لواحد وبطبع وهكذا. طبعا بهي الحالة انا هون ممكن احط يساوي واحد. واضح يا شباب؟ حدا عنده اي سؤال؟ طيب
هلا نحن اخذنا التعليمات الاساسيه كلها اللي هي الاسناد، تعليم القراءه، تعليم الكتابه، تعليم الشرطيه بنوعيها، وتعليم الموبايل، التعليم التكراري. هاي التعليمات شباب نفسها اللي اخذناها بلغه الخوارزميات بسيدو كود. يعني انت عمليا قادر هلا تنفذ اي شيء بدك اياه بهاي التعليمات الاساسيه. خلينا نجرب نعطي مثال ثاني. شو هو المثال اللي بدنا نعطيه؟ رح نعطي المثال اللي اخذناه اذا تتذكروا، خلينا نتذكر بالجي سي دي، القاسم المشترك الاكبر. متذكرين خوارزمية اقليدس؟ حدا مو متذكرة؟ بنرجع من عيدها نذكر فيها. حدا مو متذكر شباب؟ اذا حدا مو متذكر يقول لي مشان. طيب خوارزمية اقليدس شو بتقول لي شباب؟ انا عندي عددين A و B، هدول العددين بدي اعرف القاسم المشترك الاكبر لهم. فبطرح انا يعني مثلا اذا عندي 35 مع العشرة، بطرح 35 ناقص 10 قديش؟ 25 مع ال10. خلينا ناخذ عدد ثاني غير ال10 مشان تبين معكم. ال A وال B 75 مثلا مع 50. 75 ناقص 50 25، ال B ضلت 50. برجع بطرح 50 ناقص 25 قديش؟ 25، والـ A 25. تساويت الـ A مع الـ B، تساويت الـ A مع الـ B، معناتها القاسم المشترك هو الـ 25. واضحة الخوارزمية؟ طيب، كيف بدنا نستفاد هذا الكلام؟ أول شيء احنا بدنا نعرف عددين انت ال A فاصل ال B، طبعا احنا هي المتحولات اللي انت حاسبها بدنا نعرفها، بعدين بدنا نقرا هدول العددين، بدي اطبع له على الشاشه بكتب له كونسول مثل العاده، كونسول رايت لاين، اطبع لي على الشاشه شو بده يطبع لي؟ نم يساوي فاصله منقوطه، رح نكتبها رايت وليس رايت لاين مشان نضل بالسطر نفسه. هون بدي اقرا العدد الاول، كيف بقرا العدد الاول؟ العدد الاول بقراه بقول له الآ تساوي انت 32 نقطة بارس. إذا حدا عنده مشكلة شباب باللي ما نكتبه فورا يقول لي، لأنه هذا كله مشروح. بعدين بدي اقرا العدد الثاني. هون نم واحد، هون نم اثنين، في شيء مانو واضح شباب؟ قرأت العدد الثاني ال B، بعدين بدي بلش بالعمل. هلا صار عندي العددين ال A وال B. الشرط تبع العملية هو انه طالما انه الرقمين مانين متساويين بدي ضل اطرح. الفكرة انه طالما انه هدول الرقمين مانين متساويين بدي ضل اطرح. طيب كيف بدي اكتبها انا؟ تعليم تكرارية وايل. شو شرط الانتهاء تبع الوايل شباب؟ شرط الانتهاء تبعه هو انه طالما انه الـ A لا تساوي الـ B. كل شو هي الـ A؟ وين صارت التعجب؟ لا تساوي الـ B. كل شو الـ A لا تساوي الـ B، بدي نفذ مجموعة من التعليمات. شو هاي التعليمات؟ ما عرفت يا صهيب شو ما عرفت؟ صهيب معي انت؟ شو ما عرفت؟ ما عرفتهم؟ لك وينهم؟ اول ما عرفتهم انت A وانت B، بعدين لو اني ما عرفتهم ما كان اعطاني خطأ، كان اعطاني خطأ فورا.
يعني انا اذا خليني اشيل التعريف كمان غلطنا هلا هون، اذا عملت له تعليق لاحظ فورا بيعطيني اه خطا وبي خطا انه هذا متحول ما معرف، ما اعطيتهم قيمه لكن لانه انا بدي المستخدم يدخل قيمه. انا عامل تعليم ريد لاين، ريد لاين يعني المستخدم يدخل قيمه. طيب طالما انه اذا ال لا تساوي البي اللي هو شرط التوقف، شو بدي اشتغل انا؟ بدي اطرح. طيب انا كيف بدي اطرح؟ يعني اذا عندي اه مثلا انا الا مثل ما اعطينا من شوي 75 والبي 50، طرحت 75 ناقص 50 اعطاني هون 25 وهون 50، اذا طرحت 25 ناقص 50 صارت ناقص 25 وهون 50، بدخل بحلقه لا نهائيه ما راح يتساوي العددين. انا دائما لازم اطرح شو؟ الكبير ناقص الصغير. طيب كيف بدي اعرف انا الكبير ناقص الصغير؟ حط شرط اف، اذا كانت الا اف الا اكبر من البي، اذا كانت الا اكبر من البي فشو بدي اشتغل؟ بتقول له الا تساوي a ناقص b، او فيني اختصرها، فيني اختصرها اقول له a ناقص تساوي b. طيب else، الالس شو يعني الالس؟ الالس لما بتصير البي هي الاكبر من الا، الالس الالس شو بدي احط ضمنها؟ طبعا انا هون فيني ما احط اقواس شباب لانه البي تساوي بي ناقص ا، فيني ما احط اقواس لانه تعليمي تعليمي يعني تعليمي واحد بس ما في مشكله. كيف الصوت شباب؟ كيف الصوت؟ عمر سامعني؟ مش الحال؟ فصل النت شكله عند عمر. طيب شباب واضح شو اشتغلت لهم؟ حطيت تعليمة تكرارية، طالما انه الآلة تساوي البي بشكل الكبير بيطرح منه الصغير. خلصنا، شو بنعمل؟ بنعمل كونسول، كونسول رايت لاين، طبع لي انت على الشاشة شو بدي اياه يطبع؟ بدي اياه يطبع لي جي سي دي تساوي شو بده يطبع شباب؟ الا ولا البي؟ سامعني يا عمر؟ تماما نفس الشيء A أو B، ليش؟ لأنه متساويان، لأنه نحن صرنا الـ A تساوي الـ B. خلينا نجرب، في عندنا مشاكل أخطاء ما في أخطاء. طيب خلينا نجرب نمبر واحد بعيد بسرعة أو ببطء مثل ما بدك يا صديقي. نحن عرفنا متحولين A B وقرأناهم، بعدين عملنا تعليم تكرارية. شو شرط التعليم التكرارية؟ هو انه الا لا تساوي البي، كل شيء الا لا تساوي البي بدنا نضل ننفذ التعليمات. شو هي التعليم؟ تعليم الطرح. طب انا عندي عددين ا وبي، بدي اطرح واحد من الثاني، لازم اطرح الكبير ناقص الصغير. يعني اذا انا عندي مثلا مثلا 75 و50، 75 ناقص 50 قديش بيطلع؟ 25 ناقص 50 بتصير ناقص 25، ندخل بحلقة لا نهائية. فنحن مشان نعرف مين الكبير والصغير بنحط شرط اف، إذا كانت الأ أكبر من البي فالأ تساوي أ ناقص بي، إلس البي تساوي بي ناقص أ. طبعًا هون شباب أنا فيني أعمل إسناد شرطي، يعني أنا فيني أعرف متحول اسمه جي سي دي، قل له جي سي دي تساوي افتح القوس الأ أكبر من البي علامة استفهام، تمام؟ تذكرتوا الإسناد الشرطي؟ حط هون A ناقص B، بدنا نجربها والله مشان نتأكد، نقطتين B ناقص A. بكل الأحوال عملت أنا شرط، إذا كانت الأ أكبر من البي فاطرح لي A ناقص B، وإلا اطرح لي B ناقص A، بعدين طبعت على الشاشة A أو B ما في مشكلة لأنه العددين متساويان. يعني خلينا نجرب.
نمبر واحد اعطونا رقم 200، نمبر اثنين 100، القاسم المشترك لهم 100. طيب اعطونا رقم المثال اعطيناه من شوي، شو كان؟ 75 و50 25. طيب ب 123، بعطيك رقم اولي يمكن 123 و50 واحد لانه رقم اولي. واضح شباب؟ طب اذا انا غيرت عملية الطباعة جبتها من هون، عملت عملية طباعة ضمن حلقة الوايل منشان نشوف انا آلية العمل، رح اطبع فيها نقطتين زائد زائد بي نقطتين، رح احط فراغ قبل البي مشان ما يصير عندي تلاصق بالاعداد، زائد بي. شو بكون عم بشتغل هون؟ بكون عم بطبع الحالات كلها. خلينا نجرب، اذا حطيت 75 و50، لاحظوا اعطاني اول عملية طرح، الاخر 25 البي 50، بعدين الاخر 25 البي 25 تساوي وطلع من العملية. طب اذا جربنا ال 125 مع ال 25، اول عملية طرح 125 75 25 50 25 25 25 القاسم 25. واضح يا شباب؟ اي سؤال لهم؟ طبعا هاي عم بيذكركم شو هي العمليات الاساسية، وعندنا تدريبات جدول الضرب للعدد كي عملناه، جدول الضرب لكل الاعداد عملناه، طيب تدريبات عندنا حل معادلة من الدرجة الثانية، هذا الحل ومشروح الخوارزمية تكتبوها كلغة بالسي شارب وبتجربوها حلوا انتو، هاي الكود لكوينو فيكم تنسخوه تلصقوه او تمشوا معه وتنفذوه. بكل الاحوال يفضل شباب انكم تجربوا تحلوا المساله قبل ما تشوفوا الكود المكتوب، ممكن تحلها انت بطريقه ثانيه باسلوب ثاني ما في مشكله. كمان عندكم بدنا نحسب القاسم المشترك، خلينا نشرح القاسم المشترك. قاسم المشترك شباب اكتب صف average بلغة السي شارب، اذا انا عندي using system النيم سبيس سميته average، الكلاس سميته average واحد، الصف average واحد والكلاس الاساسي سميته average واحد، بلشنا في static void main يساعد في حساب متوسط الحساب ل 10 ارقام صحيحة يجري طلبها من البرنامج وادخالها من المستخدم. اذا انا بدي ادخل 10 ارقام صحيحة من قبل المستخدم واحسب القاسم، احسب المتوسط تبعه. شو المتوسط تبعه شباب؟ المتوسط هو اذا عندي انا الافريج الار في مثلا او الافريج، شو بده يساوي؟ بيساوي مجموع الاعداد توتال الصم على العدد على 10. عمليا شو بدي انا؟ شو بدي انا؟ بدي متحول سميته اكس واي زد بدك اياه حتى اقرا من خلاله الاعداد، وبدي متحول سم من شان احصل على المجموع، وبدي متحول افريج من شان اقسم السم على العدد، وبدي عداد اي من شان اعرف انا وين بعدي، يعني انا من الواحد للعشره. واضح؟ عرفنا المتحولات. انت توتال مسميه توتال، طبعا سم اوف جريد، الجريد كاونتر العداد، الجريد فاليو قيمه العدد اللي هو انا سميت لكم اياها لاكس، والافريج اللي هو المعدل النهائي. نسبه القيم البدائيه التوتال طبعا صفر او السم يعني مجموع الاعداد هون صفرته انا، والجريد كاونتر ببلش بالواحد. شو شرط العمليه؟ شرط العمليه انه الجريد اصغر او تساوي 10، انا بدي 10 اعداد، فبقول له وايل طالما انه الجريد اصغر او تساوي 10، عملت حلقة من العشر مرات، طبعا هاي الحلقة كل التعليمات بنهاية شو بدي احط؟ بدي زيد العداد واحد،
بتزيد لعداد واحد، اذا ما زدت لعداد واحد بدخل بحلقه لا نهائيه. اذا الشرط هو الجريد اصغر يساوي 10، البدايه واحد، النهايه بدي ازيد واحد حتى اوصل لل10. واضح يا شباب؟ طبعا هون تضع على الشاشه، ادخل الرقم الاول، بعدين الجريد فاليو بعمل له بارس للريد لاين. كل هاي الكلام مشروح، يعني اذا في حدا خايف يستعجل او انه قلت شيء ما فهمته اكتبوا لي مشان ارجع اعيد شرحه. اذا عمليه قراءه، عمليه باس للريد لاين تم تخزينها بالجريد فاليو، بعدين بجمع التوتال، هو توتال زائد الجريد فاليو، وبزيد العداد واحد، زائد العداد واحد هو واحد صار اثنين. اثنين اصغر تساوي 10 صحيحه، برجع بدخل بطلع على الشاشه ثاني مره، باخذ القيمه بعمل لها بارس وبزيدها على الواحد، وبرجع بزيد العداد صار ثلاثه. بكرر هذا الموضوع حتى يصير العدد 10. لما بصير 10 خلص انا صار عندي التوتال، يعني المجموع الاجمالي موجود، والعداد 10. شو بعمل؟ الافرج هو المجموع على العدد، التوتال على ال 10، وبضع العدد. واضح شباب؟ طيب المثال اللي بعده، طبعا هذا كمان هذا الامثله الشباب بتكتبوها بايدكم بالسي شارب، وبعدين بتقارنوا الكود، بتشوفوا النتائج، بتشوفوا وين غلطت مشان تفهم الاليه العمل. يعني اكتب برنامج بلغه سي شارب يساعد في حساب متوسط حسابي نفس السابق، ولكن شو؟ لمجموعه من الارقام التي طلبوها من البرنامج ادخاله من قبل المستخدم، بحيث يتوقف الطلب عند ادخال المستخدم قيمه ناقص واحد. يعني انا الشرط عندي بيصير شو؟ العداد. ما عاد يصير عندي انا زياده بالعداد، بصير عندي انا الشرط انه طالما انه الجريد فاليو لا تساوي ناقص واحد، يعني العدد اللي انت عم بتدخله ما هو ناقص واحد، طالما انه ما هو ناقص واحد بتضل تكرر. وحتى نخلص من احنا من الشرط، نطلع من الشرط، شو بنعمل؟ بنعمل عمليه قراءه بالنهايه الجريد، بنرجع نقرا قيمته كل مره. اذا ما أنا ناقص واحد بنزيد على التوتال، اذا ناقص واحد نطلع. واضح شباب؟ طيب المثال اللي بعده كمان استخدام للاف مع الواي. هذه حالات الزائد زائد، السي زائد زائد والزائد زائد سي. شو الفكره هذه؟ مين سالني عنها؟ صهيب يمكن. عم نقول رايت لاين السي زائد زائد. لما انا عندي عرفت متحول اسمه سي، وسي تساوي 5، حتى تصير قيمه 5. اول شيء رايت سي شو بيطبع لي على الشاشه؟ بيطبع لي 5. ثاني شيء رايت سي زائد زائد بيطبع لي 5، وبعدين بزيد العداد واحد صارت 6. ليش؟ لانه سي يعني هي سي زائد زائد، اذا هي اختصار لعمليتين، رايت لاين سي وبعدين سي تساوي سي زائد واحد. فضعنا نحن رايت لاين سي اللي هي قيمتها 5، وبعدين زدنا قيمه السي، بعدين رايت لاين سي بتضع لي 6. هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه السي 5، رجعنا السي قيمتها 5، رايت لاين سي طبع لي 5 على الشاشه، رايت لاين زائد زائد سي. العمليه الاولى اللي بتتم شو هي؟ بنزيد السي 1 بتصير 6، بعدين بنطبع على الشاشه 6، بنطبع السي 6، بعدين رايت لاين سي 6. هذا الفرق بين الحالتين، واضحه شباب؟ هون عندنا مجموع الاعداد الزوجيه، الفكره كيفيه الانتقال ضمن العداد، كمان هي يعني لازم تجربوها. طيب هي نهايه الملف، بعد ما تكونوا دارسين كل التعليمات بدقه بتجربوا فيها وبتشوفوا النتائج، بتقارنوها بالنتائج المحطوطه بالملف. اذا اي مشكله او اي شيء ما عرفتوه بنحكي فيه في الجلسه القادمه. تمام يا شباب؟ بالنسبة لجلسة اليوم حكينا عن الوايل، وحكينا عن الحلقة النهائية، وعملنا مثال المتوسط الحسابي والقيم الحقيقية وجمع العلامات. التعليقات حكينا عنها سابقا، العمليات الحسابية حكينا عنها اليوم، العمليات الإسناد، العمليات المنطقية، جدول الحقيقة والأفضليات، كله حكيناه اليوم. في حدا عنده أي سؤال شباب؟
برجع باكد على فكره شباب، لازم تجربوا بايدكم، يعني لازم انت تجرب بايدك تشتغل منشان تتعلم بشكل صحيح. هل بدو اي شيء شباب قبل ما ننهي الجلسه؟ شكرا لكم ويعطيكم العافية.